أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربي بالحق والهادي الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائي معكم مرة أخرى في هذه السلسلة المباركة من برنامجكم يا رب، مع الدعاء الناصري لسيدي محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي تم قروتي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقفنا الحصة الماضية عند كل الأبيات، عند بداية دوك الأبيات اللي انفردوا بها انفردت بها بعض الروايات، أي ما بعد ما كنلقاوهاش في القصيدة، ودخل في ديك الأبيات الجاهية، أي لكي يتوسل فيها صاحب النظم، صاحب الدعاء، الدعاء الناصري سيدي محمد بن ناصر الدرعي، بالأولياء بالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين. وكنا وقفنا في الحصة الماضية عند قوله: وجاه كل واقف وطائف، وجاه كل عاكف وخائف، وجاه كل رائح وغادي، وجاه أهل الزحف في الجهاد. فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء، هو يدعو الله ويتوسل إلى الله بهؤلاء. الواقف بعرفة، احنا قلنا عرفنا المقام ديالو عند الله تبارك وتعالى، لأن الذي ذهب ووقف بعرفة ديك النهار ديال الوقفة عرفة، سيد ربي كينزل السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعتا غبرا يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، اشهدوا أني قد غفرت لهم سعداتهم طوبى لهم. قال يوقف ديك الوقفة. وطائف، أي طائف بالبيت، لأنه ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وليطوف بالبيت العتيق. إذن اش كيبان لنا هنا؟ كيبان لنا بأن توسل بهؤلاء لمقامهم عند الله، أي بأعمالهم. وحنا قلنا مرة أخرى بأن التوسل بصالح الأعمال هذا جائز، ما في خلاف العلماء. ثم قال: وجاه كل عاكف وخائف. عاكف في المساجد، خائف دخلوا الخوف ديال الله تبارك وتعالى، وله واحد المقام كبير الخوف من الله تبارك وتعالى. والمؤمن الحقيقي بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. وهذا الذي يخاف عذاب الله تبارك وتعالى وكيخاف من الله راه كيحب الله تبارك وتعالى، وهذا مقام كيتربى اليوم على غدا كيتربى. ثم كيقول: وجاه كل رائح وغاد، رائح وغاد في العبادة في الطاعات، وجاه أهل الزحف في الجهاد. الناس الأعداء دخلوا البلاد، نادوا المجاهدين تحت راية ولي الأمر كيدافعوا على البلاد، هادو كلهم النية ديالهم النية السلاح، وغادي كيدافع داك الجندي وغادي كيدافع على بلاده، هذاك غادي إلى الزحف، هذاك زاحف يعني لم يتولى يوم الزحف، مقبل على الله تبارك وتعالى. وجاه أهل الزحف أي الجنود في الجهاد دفاعا عن الدين وعن الوطن وعن العرض وعن المال. ثم كيقول سيدي محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله تعالى في هذه الأبيات اللي قلنا ما معروفاش في القصيدة اللي معروفة عند الناس، وردت في بعض الروايات ديال هذه القصيدة، يقول: وجاه كل عالم وناصح، وجاه كل سائح وصالح، وجاه كل مجذوب وسالك، وجاه كل واقف ببابك. هذه مقامات
كي الناس اللي ما كيعرفوهم شيء، الحاجة ما كتعرفهاش اسكت. هذه مقامات ديال أولياء الله الصالحين. وجاه كل عالم، العالم العالم الرباني، العالم ما كيخافش، كيقول الله تبارك وتعالى، كيقول داكشي اللي قال الله تبارك وتعالى، لا يخاف في الله لومة لائم. ولكن ماشي كيقولوا بالفضيحة، ماشي كيقولوا بالسبان وبالشتيم وبالتكفير وبالتفسيق وبالتبديع، لا. هاش كيقول سيدي ربي؟ سولتيني هاش كيقول سيدي ربي؟ هاش كيقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها حكم الشرع في القضية، صافي. لا يحابي أحدا نهائيا. وجاه كل عالم وناصح الذي ينصح الناس، ماشي كيفضح. النصيحة لها أدب. نصيحة من تبغي تنصح شي حد، إذا كانوا الناس حاضرين كاملين يكون تكون النصيحة عامة، فلا ما تخصش شي حد، ما تقولش فلان ولا فلان من فرتلان. ولكن شي واحد أنت كتعرفه معاك وعندك معاه كتدي وتجيب معاه في الهضرة، كتنصحه برفق وبلين. ما عمرك تكون النصيحة بالفضيحة وبالتشهير وباللي بغيت تقول للناس، لا. وجاه كل عالم وناصح، وجاه كل سائح وصالح. سائح هو السائح في الأرض يعبد الله، وهذو كانوا موجودين في تاريخ الإسلام وحتى في الديانات الأخرى، هربوا بدينهم. منهم أهل الكهف، منهم الحواريون ديال سيدنا عيسى عليه السلام بعد رفع سيدنا عيسى وطغيان الرومان واليهود، هربوا بالدين ديالهم فساحوا في الأرض. وصالح معروف، رجل معروف بالصلاح مشهود له بذلك. ثم قال وجاه كل مجذوب. إنسان في الخلوة دياله والذكر دياله كيوصل لواحد الحالة وكيبقاش مع الناس، كيولي كيعيش واحد الكلام بوحده. وهذا المجذوب راه ماشي بالضرورة يكون شي واحد مقطع الحوايج ولا مقطع، لا، في الكلام دياله انجذب إلى الله تبارك وتعالى وبدا كيفهم شي فهامة دياله هو، ماشي كيسقط بها التكاليف الشرعية، وماشي كيحرم بها ما أحل الله أو يحلل بها ما حرم الله أبدا، ولكنه مقبل على الله تبارك وتعالى حتى أنه كينعزل مع الناس، مجذوب. وفي الحديث لما بقيت عقله كنا قلنا هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب، وهذا رب في اللغة العربية كما قلنا بعد اختراعات كتجي لي تكثير وبعد اختراعات كتجي لي تقليل، رب شخص أو أشخاص، هنا رب شخص، رب رجل أشعث أغبار ذي طمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. شو معنى ديالو؟ واحد الإنسان أنت كتشوفه كتحقره، علاش؟ لأن الشعر ديالو ما مقادش، الشعر منفوش مغبر، الحوايج ديالو مقطعين عليه، ذي طمرين أي لباس الأسمال بس مقطعة، ملي كيمشي كيدخل عند الناس كيوقف شي بلاصة كيدفعوه، كيف حالك؟ مدفوعين على الأبواب. لو أقسم على الله، قال يا رب أقسمت عليك إلا أنزلت المطر لا أنزله. علاش؟ إنه مصلي مزكي قائم جبل، ويعني وعنده ذاك القلب ديالو معلق بالله تبارك وتعالى بأذكار، كيقراها اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، حتى أصبح يرى الله. ما معنى يرى الله؟ ماشي الرؤية الحقيقية، أي يراه بقلبه يستحضر مراقبته له فيحبه الله تبارك وتعالى. وهو يعني ماشي مدرب على ما باغي ما يلبس ولا شي حاجه، لا، الحاله ديالو حاله الفقر، حاله الضعف، حاله، والناس كيتعاملوا معاه على ديك الحاله، وكينساو المقام ديالو عند الله تبارك وتعالى، وهما كيتعاملوا معاه بديك الشوفه اللي كيشوفوا فيه. هو عند الله كبير، وشنا رجال من هاد الطينه، شناهم في الجبال وشناهم كل شيء كيعيش. تشوف السيد ما لبش 150 درهم فوقية، واحد جليلي بالغ، واحد الرزيزة كده، وفين هو لما كتقعد معاه
يتكلموا عن أشياء لا يبدو أنك يعرفوا أش الناس جميعا، لأنها تدرك بالجهاد في مجاهدة النفس بالذكر. الذكر ربك يفتح وجه كل مجذوب وسالك، سالك للطريق. الإمام ابن القيم الجوزيه عنده مدارج السالكين، أي الذين يسلكون طرق. والناس مش مقامات، طبقات، مش كلهم مدارج، مش مدارج، مش واحد. وجاه كل واقف ببابك، شحال واحد واقف بباب الله مخلص في ذلك، مخلص في ذلك. كاين الناس كتكون عندهم مشاكل، كتكون عندهم، وعندهم ناس عندهم يمشوا، ولكن ما كيمشوا عند حد، توقف تقول لك هي عند الله، وكيتوجه الى الله دائما. ربي سبحانه وتعالى كيفتح، يا اما انه كيخلي كيرضى بذاك الوضع وتتبقى الامور غاديه، ويا اما كيفتح الله تبارك وتعالى وكيرد له الامور ديالو، الحقوق ديالو. وجه يكون لعالمين وناصح، وجه يكون لسائحين وصالح، وجه يكون لمجذوبين وسالك، وجه يكون لواقفين ببابك. ثم قال: وجاه ما دارت به الأفلاك، وجاه ما ذاعت به الأملاك، وجاه ما دارت به الأفلاك، وجاه ما ذاعت به الأملاك. هذا كلام شي شوية كبير نفهموه، هذا كي توجه إلى الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه. بجاه ما دارت به الأفلاك، وجاه ما ذاعت به الأملاك. الأفلاك، أفلاك هي الكواكب النجوم، ومن تما كانوا كنتكلموا على علم الفلك. هذيك النجوم، هذيك الكواكب تتحرك بماذا؟ بأمر الله تبارك وتعالى. فهي تسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتسير كلها، كلها الكواكب والأفلاك تسير كلها وفق قانون الله، لا تتخلف. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل شيء كيمشي وفق قانون الله تبارك وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى. وجاء ما دعت به الأملاك، الأملاك جمع ملك، الأملاك ما تكلمت به، وكل ما تتكلم به الأملاك كله امتثال لأمر الله تبارك، لا تتكلم بشيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا الفقيه رحمه الله تعالى هو كيتكلم في هذا الدعاء ديالو، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه يعني الصالحين. أولا قال: وجاه كل عالم وناصح. بعد ما قال من قبل ذلك قال: وجاه كل واقف وطائف، وجاه كل عاكف وخائف، وجاه كل عالم وناصح، وجاه كل سائح وصالح، وجاه كل مجذوب وسالك، وجاه كل واقف ببابك، وجاه ما دارت به الأفلاك، وجاه ما دعت به الأملاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.